هو الماتش مش مقياس للفترة اللي فاتت دي اصلا، يعني احنا شايفين الزمالك في حالة فوقان شوية، جاب مجموعة عناصر كبيرة، النادي الاهلي قافل على نفسه دايما، مركزين على طول، الفرقتين بتوع بطولات، فالماتش بكرة يعني ممكن الوحش يكسب عادي جدا. الماتش القمة اللي فات الزمالك كان احسن والاهلي كان وحش وكسب، الماتش خلص بغلطة خلاص كسب، فالماتشات دي ملهاش مقياس والماتش صعب جدا. عودته طبعا للزمالك مفيده جدا، فارق جدا كشخصيه اصلا، كقائد للفرقه وعامه شيكابالا الموضوع مختلف، تعب جدا السنين اللي فاتت عشان اللي شافه طبعا في بعض الاوقات ظلم، بعض الاوقات من نفسه تاثير منه، فانا شايف اللي هو مفيد جدا وبالنسبه للعيبه هو قائد بالنسبه للعيبه ومحبوب جدا، دي ميزه فيه يعني.